وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد أمين. ثم أما بعد، حيا الله عز وجل هذه الوجوه الطيبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. في البداية عندنا اثنين إخوة أو ثلاثة في الكوميونتي مريضين الحمد لله، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ربنا يشفيهم إن شاء الله. أخونا حكيم وأخونا أبو أمير حسام، وفي أخ تاني مش عارف اسمه يعني اسمه محمد. المريض كان نزل على الأرض وعمل عملية. نعم. قبل كم يوم. أي نعم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيهم جميعاً، أن يبارك فيهم وأن يتقبل منهم، أن يجعل هذا الألم في ميزان حسناتهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. اللهم اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم آمين. خلي خلاص. لا إحنا كنا بزيح حاهي. خلينا نسوي شغل. طيب خلي. تفضل. روك الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على حبيبنا. أهلاً ومرحباً بكم في هذه الدقائق المعدودة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. تزعلش أبو وليد. أبو وليد؟ نعم. ما تزعلش ولا يهمك. شوف نزلتها خلص بعيد. اللهم صل على سيدنا محمد. حديثنا اليوم عن موضوع هو من الأهمية أيضاً بمكان، وغالبا ما يخلط الناس او ما يخلط الناس بينه وبين موضوع اخر تكلمنا فيه قبل اسبوعين، الا وهو موضوع النميمه. كثيرا ما يتكلم الناس عن الغيبه او يذكرون الغيبه والنميمه الاثنين مع بعض، يقول لك الغيبه والنميمه. وفي الحقيقه لما يتكلم احد الناس عن الغيبه والنميمه يتكلم عن الغيبه فقط ولا يتكلم عن النميمه. وفي حقيقه القول أن الغيبة غير النميمة، الغيبة غير النميمة. عرفنا الغيبة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، هذه الغيبة، فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. فإذا هو ده تعريف الإيه؟ الغيبة، أن تذكر إنسان بشيء يكرهه، شيء هو موجود فيه فعلا حقيقة أو صفة موجودة فيه أو عيب موجود فيه فهو ويكره أن يذكر به، فهذه هي الغيبة. طيب النميمة هي إيه؟ قالوا في اللغة هي نقل الكلام، نقل الكلام. وفي الاصطلاح العلماء، علماء الشرع قالوا هي نقل الكلام للإفساد بين الناس، أو نقل كلام الناس بعضهم لبعض يعني بغرض الإفساد بينهم. نعم؟ يشبك بين الناس، بيشبك بينهم زي ما بيسموها بعض الناس، بيشبك بينهم، تمام؟ فدي اللي هو الإيه؟ النميمة، ينقل كلام الناس لبعض بين بعضهم البعض من أجل إيه؟ من أجل الإفساد. معناته يخرج منها إيه؟ نقل الكلام من أجل الإصلاح، لا يسمى نميمة، صح ولا لا؟ لا يسمى نميمة. اتنين في بينهم مشكلة وبعدين انت تصلح في المشكلة، ما تروحش ايه؟ بتروح انت نقلت كلام فيه خير وفيه ايه؟ يعني بغرض الاصلاح بينهم، فهذا جائز ولا يسمى نميمة، تمام؟ اما النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم لبعض بصفة او بصيغة او على او بغرض الافساد بينهم، فهذا يسمى نميمة. وربنا ذمه في القرآن الكريم كما قرأنا في صلاة العشاء، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، إلى آخر الآيات. فذمها الله عز وجل النميمة، وذمها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن القبران اللذان يعذبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالغيبة والنميمة. فإذا كان سبب من العذاب في القبر
أنه كان ينم بين الناس أو يمشي بين الناس بالغيبة، وكان يمشي بين الناس بالنميمة. فإذا ذمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. قالوا ومن قاطع يا رسول الله؟ قال يقطع بين الإيه؟ قال يقطع بين الناس أو قاطع بين الناس، اللي بيقطع الأوصال بين الناس بإيه؟ بنقل الكلام وبالنميمة بينهم وبين بعضهم البعض. فإذا وهناك أحاديث كثيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو إيه؟ هو من ينقل كلام الناس للإفساد بينهم أو بغرض الإفساد بين الناس. فإذا دي كلها أحاديث وآيات مذكورة في يعني ذم النميمة، وأنها محرمة، حكمها أنها محرمة في الإسلام. قالوا الفرق بين الغيبة والنميمة، فكل نميمة غيبة، كل نميمة تسمى نميمة وتسمى غيبة في نفس الوقت. ليه؟ لأن أنا بتكلم عن إنسان في غيبه، في غيبته، تمام؟ وبأنقل كلامه لإنسان آخر، صح ولا لا؟ فهنا هي غيبة وفي نفس الوقت هي نميمة. أما كل غيبة ليست نميمة. ممكن أذكر فلان صفته كذا وكذا وكذا، ولكن ليس للإفساد بين الناس، بل إن أنا بحقر منه أو شيء من هذا القبيل، فهذا يسمى غيبة ولكن لا يسمى نميمة. فالغيبة، فكل نميمة غيبة وليست كل غيبة نميمة. لذلك دائما يقرن الاثنين ببعض، الغيبة والنميمة. عشان ندخل إن شاء الله في الموضوع ما نطولش عليكم كثيرا، قول العلماء أسباب الغيبة، هذا يعتبر مرض من أمراض المجتمع ومن أوراد التي تصيب الأمة. طب أسبابها إيه؟ لما نعرف أسباب المرض بيسهل علاجه ويسهل تطهير المجتمع منه، حتى تتمسك الأمة وتتحد الأمة وتعود إلى رشدها. من أسباب النميمة البيئة التي انتشرت فيها النميمة في هذه الأيام بين المسلمين. سبحان الله، ما تجد مجتمع ولا عائلة ولا مجموعة في مكان، حتى في عمل أو في شيء، إلا ودائما تلاقي بعضهم الأوصال مقطوعة فيما بينهم وبين بعضهم البعض. فالبيئة بتساعد على على النميمة، البيئة بتساعد على النميمة. كذلك أيضا الحسد، الحسد وده أكبر مرض يجعل الإنسان يقع في أمراض وفي مصائب كثيرة جدا. الحسد أو محبة الشر والسوء للناس، محبة الشر والسوء للناس يجعل الغيبة النميمة تنمو وتزيد بين المجتمع وتقطع الأوصال بهذه النميمة. فمن الحسد قصة طريفة ستبين كيف أن الحسد يعني يقطع أوصال الأمة صلى الله عليه وسلم. ورد أن رجل كان معه عبد وذهب يبيعه في السوق، فجاء مشتري يشتري، فقال له هو به كل الصفات الحميدة إلا صفة واحدة ذميمة موجودة فيه. قال وما هي؟ قال أنه نمام، أنه نمام. قال لا بأس، مش مشكلة، سهلة، كويس، لما فيه بيعرف يشتغل وبيعمل وهو إلى آخره، فدي سهلة، تمام. فاشتراه، فبعد أيام، مضت أيام، فذهب هذا العبد إلى زوجة سيده وسألها، قال لها إن زوجك لا يحبك ويريد أن يتسرى عليك، يعني بيتسلى عليك زي ما بنقول إحنا، تمام، ويريد أن يتسرى عليك، فإذا أردت أن تعالجي لو عايزة تعالج الموضوع ده فأتي ببعض الشعرات من خذ موس، فإذا هو نام فأتي ببعض الشعرات من قفاء ثم أتي بها إليه لأصحره لك حتى يحبك. والنساء ما شاء الله أسرع ما يقعن في هذا الأمر بسرعة. فسبحان الله، ذهب في نفس الوقت إلى سيده وقال له إن سيدتي وزوجتك تعشق عليك رجلا آخر وهي تنوي قتلك، فإذا جاءت إليك فتناوم إليها، اعمل إنك نايم، فهي معها تأتي ومعها موس وتريد أن تقتلك. وبالفعل صدق هذا الرجل ما قال له العبد وتناوم لزوجته،
فوجدها تأتي بالموس اللي هيحصل، فقام مباشرة وقتلها، فجاء أهلها فقتلوه، فقام القتال والإيه والحروب بين القبيلتين بسبب إيه؟ النميمة. شفت الصفة كيف توقع بين الناس؟ سبحان الله. كذلك أيضا قصة أخرى عجيبة أيضا، يقولون كان هناك رجل يعني يرتاد على الملوك، فكان يجلس إلى أحد الملوك ذات مرة ويطيل عنده ويتكلم بكلام يشجع فيه الملك على الإحسان إلى المحسن وعدم الإساءة إلى المسيء، فيقول أحسن إلى المحسن وكفى بالمسيء إساءته، أحسن إلى المحسن وكفى بالمسيء إساءته، ويظل يردد هذه المقولة بجوار الملك حتى يحث الملك على الإيه؟ على فعل الخير وعلى عدم الإساءة إلى الناس وإلى آخره. فحسده رجل على هذه الإيه؟ المكانة من الملك، بجوار الملك وبحذاء جنب منه ويقف ويتكلم مع الملك وينصح الملك، فحسده على هذا الأمر، فذهب إلى الملك فقال له إن فلان الذي يقف بحذائك ويقول كذا وكذا يزعم أنك أبخر، وكلمة أبخر معناته إيه؟ رائحة فمك كريهة، لما يكون الإنسان رائحة فمه كريهة تسمى إيه؟ أبخر. فقال له إنه يزعم أنك أبخر، قال وما دليل ما تقول؟ قال ادعوه يدنو منك، يقرب منك، فإذا هو دنا منك سيضع يده على فمه، حط يده على فمه، فهذا أكبر دليل على أنه لا يريد أن يشم رائحة فمك أو رائحة البخل الذي تخرج من فمك. وخرج هذا الرجل مسرعا من عند الملك، هذا الرجل النمام الحساد الحاسد الحاقد على من على هذا الرجل ذو المكانة، وخرج بسرعة من عند الملك ودعا الرجل وأطعمه طعاما فيه ثوم، ثم جاء موعد أن يذهب إلى الملك، فخرج الرجل وذهب إلى الملك ليقف بجواره ويدعوه إلى فعل الخير، أحسن إلى المحسن وكفى بالمسيء إساءته إلى آخره من هذه الأشياء. فأراد الملك أن يمتحنه فقال ابن مني جرب كده من، فدنا منه فوضع يده على فمه حتى لا يتأذى الملك من رائحة الثوم الذي أكله قبل قليل. فعلم الملك أو يعني تأكد بقى من إيه؟ أن كلام الرجل الحاسد هذا صحيح، فكتب إليه كتابا بيده، وكان الملك لا يكتب شيئا إلا فيه جائزة وفيه عطاء كبير جدا، فكتب كتابا خط كتابا بيده كتب فيه إلى أحد عماله وقال اذهب إلى العامل الفلان، وقال كتب في هذه الرسالة إذا جاءك حامل هذه الرسالة فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا ثم ابعث إلي به، وكتب يعني أغلق الرسالة وأعطاها إلى الرجل وقال اذهب إلى العامل الفلاني وأعطيه هذه الرسالة. وكان مشهور عن الملك أنه لما يكتب رسالة بإيده والخط خط بإيده معناته فيها جائزة عظيمة. فخرج فوجد الرجل النمام الحساد يقف بجوار القصر ينتظر بها نتيجة الجريمة اللي عملها، فخرج فوجد في يده رسالة، قال ما هذه؟ قال رسالة كتب بها الملك إلي وأوصاني أن أعطيها إلى عامله فلان في المكان الفلاني. قال له هل أعطيتها لي؟ قال خذها هي لك، رجل طيب خذ هي. فأخذها فذهب إلى الإيه؟ إلى العامل، فلما قرأ الرسالة على طول نفذ اللي الملك بيقول له عليه، ذبحه وسلخه ووضع فيه تبنا ثم بعث به إلى الملك. فلما جاء الرجل وجاء هذا سبحان الله، فتعجب الملك فدعاه فسأله، قال خرجت من عندك فهذا الرجل سألني هذه الرسالة فتصدقت بها علي أو أعطيتها إياه يعني. فقال له ما قصتك؟ إنه حدثني بكذا كذا، وأخبره الملك، قال إنه دعاني قبل أن أأتي إليك بقليل فأطعمني طعاما فيه ثوم ورائحة كريهة، فلما أتيت إليك وقلت لي إذن مني كرهت أن تشم رائحة فمي فوضعت يدي على فمي حتى لا تشم الرائحة. فشوف سبحان الله، وردد الرجل أحسن إلى المحسن وكافى بالمسيء إساءته، وفعلا ما قلت تحققت في مكانها وفي وقتها، أنه كفى بالمسيء اللي هو الحاسد النمام هذا كفى به إساءته
لأنه نال جزاءه من الله تبارك وتعالى. إذا إخوانا نرجع لأسباب الإيه، فإذا من أسباب النميمة ألا وهو الحسد، الحسد. كذلك أيضا من أسباب النميمة، اللهم صل على سيدنا محمد، من أسباب النميمة التملق عند ذو السلطان. بعض الناس كده يذهب إلى الرؤساء أو إلى من له منزل الوزراء ولا غيرهم من ذو المناصب، وسبحان الله يبدأ يتملق إليه ببعض الكلمات، فلا يجد شيئا إلا أنه يعمل إيه، فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا، لينال منزلة عند مين؟ عند هذا الرئيس أو هذا الإنسان اللي يعني ذو المكانة وذو الجاه. فده بيكون سبب من أسباب النميمة، سبب من أسباب النميمة. كذلك أيضا بعض الناس يقول لك يا عم احنا بنخفف عن نفسنا، مش بنسمعها كتير، يقول لك يا عم خلينا نروح عن نفسنا شوية، نخفف عن نفسنا شوية، وبعدين يبدأ يجي في سيرة الناس وينقل كلام الناس لبعضهم البعض وهو يفسد بينهم بهذا الأمر. فالترويح والمزاح والنكتة وغيرها من هذه الأشياء ينبغي ألا تتعدى إلى الإفساد بين الناس. روح عن نفسك وامزح واضحك كما كان يمزح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يقول إلا حقا وكان لا يقول إلا صدقا. فإذن إخوانا الترويح أحيانا والمزاح دائما يأتي بالنميمة ويأتي بالغيبة في نفس الوقت. فلذلك على المسلم أن يتجنب المزاح بالنميمة وبالإفساد بين الناس. كذلك أيضا وده مشهور جدا الآن وكان ملحوظ فيما بيننا، العمل لحساب جهة معينة كالإعلاميين. واحد شغال في جريدة معينة، شغال في قناة معينة، في إذاعة معينة، وبعدين عايز بأي طريقة يعمل برامج ويعمل سبق زي للبرنامج بتاعه أو للصحيفة بتاعته أو للإذاعة بتاعته، فيبدأ يبدأ بنشر الكذب بين الناس، وأن القناة الفلانية أو السياسي الفلاني فعل كذا والشيخ الفلاني قال كذا، ويبدأ يفهم أو يفهم يعني يفهم الناس على الخطأ أقوال بعض العلماء وأقوال بعض المشايخ ليقع بين الناس أو ليوقع بين الناس الفساد أو الإفساد بين الناس. فالعمل لحساب جهة معينة كثيرا ما يجعل المسلم أو ما يجعل المرء يقع في الغيبة ويقع في النميمة أيضا. كذلك أيضا نسيان الله عز وجل، نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إذن نسيان الله عز وجل، نسيان الموت، نسيان الدار الآخرة والحساب والجزاء، وأن الله مطلع عليه وأن هناك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل هذه الأشياء لما ينساها المرء سرعان ما يقع في الغيبة وسرعان ما يقع أيضا في النميمة. إذن أيها الإخوة هذه كانت على وجه السرعة ألا وهو أسباب النميمة، أسباب النميمة. بقي أن نعرف آثار النميمة، آثارها إيه؟ بعض الناس يقول لك ويا يعني لما أقول لي فلان عمل كذا وفلان كذا، لا ده لها آثار، لها آثار جلية وعظيمة جدا. أهم شيء فيها أنها تقسي القلب، تجعل قلب الإنسان قاسي. ليه؟ إنه بعيد عن ذكر الله عز وجل، كل هم وكل شغل وكل تفكيره، ويسخر ذكاؤه في أنه يقع بين فلان وفلان، يوقع بين فلان وفلان، وهذه الأشياء كلها تقسي قلب المسلم. ليه؟ لأنه يقع في معاصي الله تبارك وتعالى ويقع تحت غضب الله عز وجل. والإنسان الذي يغضب الله تبارك وتعالى ويسعى بالنميمة بين الناس سرعان ما يقصى قلبه ويكون قاسي القلب. فإذا ده أول أثر من أثار النميمة. ثاني أثر من أثار النميمة ألا وهو نزع الثقة والهيبة من قلوب الناس. لما أجي أنا أقول لك فلان قال فيك كذا وكذا وكذا وفلان ده كان بيحترمك، إيه اللي بيحصل؟ على طول بتبطل تحترمه، صح ولا لا؟ أنت بتحترمه أصلا لأنك تعلم عنه كل خير، ولكن لما أجي أنا ويجي إنسان ينقل لك الكلام إنه فلان بيقول فيك كذا وكذا إلى آخره، كذب وبهتان وصدق وزور وكذا، سبحان الله إيه اللي بيحصل؟ بينزع الهيبة وينزع الإيه؟ يعني المحبة من القلوب. فعشان كده ده بيكون أثر من أثار الإيه؟
من أثار النميمة. كذلك أيضا الإفلاس. الإفلاس تدرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، مالوش لا درهم ولا متاع ولا دينار ولا معاه مصاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا ونم هذا واغتاب هذا وأكل من مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته خلصت حسناته قبل أن يقدم عليه، إلا يحصل أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. طب إن المندى لو يعرف إن هو كل ما بينم بين الناس وينقل الكلام بين الناس من أجل الإفساد بين الناس هيقلل من حسناته ويكون سبب في دخول النار، لو يعلم ذلك لم تنع عن النميمة ولا ما نم بين الناس إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى وبالإصلاح بين الناس. فإذا أهم أثر من أثار النميمة أنها تجعل المرء مفلس من الحسنات يوم القيامة. كذلك أيضا النميمة تساعد على سلب الأموال وعلى انتهاك الأعراض وعلى سفك الدماء، ويعني الحالة اللي عليها الأمة الآن والله غنية بالأدلة وبالشواهد، شايفين الحالة اللي عليها المسلمين والأمة الآن، وده كله بسبب فتوى من أحد المشايخ أن فلان هذا من الخوارج أو فلان هذا من كذا أو يحل قتل فلان أو قتل فلان من الناس، فكل ذلك أوصل الأمة إلى ما فيه الآن أو إلى ما هي فيه الآن من الدمار ومن القتال ومن الفتنة والتمزق. فده أخوانا سبب النميمة ونقل الكلام للإفساد بين الناس وبين بعضهم البعض. باقي العلاج. العلاج، طب لو عرفنا كده السبب وعرفنا الآثار بتاعتها، عرفنا أن النميمة حرام، طب علاجها إيه؟ علاج الغيبة والنميمة إيه؟ نعم؟ التقوى. الله عز وجل، الله يرضى عليك، أن الإنسان يتقي ربنا، يراقب ربنا سبحانه وتعالى في أعماله، يراقب ربنا سبحانه وتعالى في اللي بيتكلم فيه، لأن النميمة قد تكون كلاما، فلما يتقي الله في الكلام اللي بيقوله، وقد تكون كتابة، بيكتب رسالة أو يكتب مقال، ما هو ما تكلمش ولا نجد كلام بين الناس، بس هو كتب اللي هو كان هيتكلم به، صح ولا لا؟ وقد تكون رمزا وقد تكون إشارة يشاور على شيء معين أو بصيغة معينة بصفة معينة تجعل لك تفهم أن هذا فلان يتكلم عليك كذا أو كذا. فإذا تقوى الله عز وجل ومراقبة الله تبارك وتعالى في كل ما يصدر عنك من قول أو كتابة أو إشارة أو غمزة أو همزة أو لمز إلى آخره، كل ذلك إذا رقبت الله عز وجل فيه عالجت نفسك من النميمة. بل وكل إنسان لو فعل ذلك لعولجت الأمة كلها ولأصلح الله عز وجل حال الأمة كلها. كذلك أيضا من علاج النميمة، حد أخونا أبو طلاب أبو عيد ذكر لنا التقوى، حد شاركنا دور أبو وليد. نعم، عدم تصديق النمام. المشكلة ان احنا بنصدق، بيجي فلان بيقول لي ده أبو فلان بيقول عليك كذا، ده فلان قال عليك كذا، ده فلان صار كذا، ده فعل كذا، تمام، على طول بصدقه، وده اخوانا اكبر خطأ. وربنا امرنا في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. تثبت، تبين الأول، تبين أن تصيبوا قوما شهالة، بعدين اللي يحصل فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا يا أخوانا عدم تصديق النمام ده كإحنا بنعالجه، جالي واحد بيقول لي فلان بيقول عليك كذا، وهذا حدث مع أحد الصالحين، جاء إليه وقال له إن فلان يقول عنك كذا وكذا، قال له اجلس، فأجلسه بجواره ونادى على خادمه قال له اذهب فأتي بطبق التمر الذي في المكان الفلاني، ادخل جوا البيت هات الطبق اللي في المكان الفلاني اللي فيه تمر. فجاء به وأعطاه لمن؟ للنمام هذا. فتعجب وتعجب الحاضرون، طب أنا جاي بقول لك فلان بيقول عليك كذا وانت بتديني طبق تمر. قال له أهديت لي أفضل ما عندك وهي حسناتك، فلم أجد عندي أفضل من التمر، ما عنديش غير التمر،
فأهديت لك كل ما عندي، ما عنديش غيره، وأفضل حاجة عندي هي الطم، وإنت أهديتنا حسناتك فأنا مش قادر أهدي لك أي شيء، فبهديك طبق الطم. شوف كده بيعالجه، وما صدقوش ولا ماشي على كلامه، ولكن هو كده بيعالجه. فعشان كده أخوانا علاج النميمة ألا نصدق نمام، خاصة إذا اشتهر عن الإنسان أنه نمام وأنه يمشي وينم بين الناس ويغتاب الناس وإلى آخره. فالمفروض إن إحنا واجبنا إن إحنا ما نصدقوش، ما نمشيش وراه في كل شيء، ما نسمعلوش في كل شيء حتى ولو كان صادق، لأنك مش هتعرف الصدق بتاعه من الإيه؟ من الكذب. فعشان كده أخوانا عدم تصديق النمام يجعلك تعالج النميمة في المجتمع كله. نعم الشيخ، كيف بدنا نعرف انه الرجل هذا اذا جاي بده يقول لك اخبار انه صادق ولا لا؟ ما لكل مصلحتك يعني، هو بيعز. نعم، ما هو ربنا انه مثلا نعم. يعني في ناس بيردوا له الكره ولا شيء. نعم نعم، كلامك صحيح، ما هو ربنا قال لنا فتبينوا. بيجي واحد بيقول لي ابو زياد قال عنك كذا 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 كذا، المفروض انا بعمل ايه؟ بس بساله بعض الاسئله، كان قدام مين؟ والله كان قدام ابو احمد وقدام فلان وكذا، بروح اسال ابو احمد واسال الناس والى اخره، او بروح على طول اسال مين؟ ابو زياد، يا ابو زياد صار منك كذا كذا كذا، ما اقولوش مين اللي قال مثلا، صار منك كذا كذا كذا، انا بلغني انك بتقول عني كذا، بلغني بشيء كذا كذا، فانت خلاص. فبيقول لك والله لا انت بتعرف، اقول لك والله انا اسف وكذا مش عارف ايه، فسبحان الله معناته انه قال وهو بيتاسف، فخلاص انتهى، بتسامحه وبتغفر له وكده، بتبقى انت عالجت الموضوع كله. ولكن المشكله اللي بتحصل ايه؟ ابو فلان قال عليك كذا، خلاص باجي واخد جنب منه وما بكلموش، بقابله ما بسلمش عليه، بعمل خدت بالك، وتبدا الايه المشاكل وتبدا التمزق، وده اكثر شيء بيكون بين الايه بين العائلات دائما. حماتك جالت، مرات اخوك جالت، زوج اختك جالت، مش عارف ايه الى اخره من هذه الاشياء، فسبحان الله بيتمزق المجتمع. ولكن لو فيه زي ما بنقول عندنا شفافيه في وضوح، انا بجي لك بقول لك سمعت عنك كذا كذا كذا، حصل؟ بتقول لي لا ما حصلش، ده الصح بتاعه كذا 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 كذا، ايه اللي بيحصل؟ بيتبين لي ان فلان اللي نقل الكلام ده فعلا نمام، بروح انا بحاسبه وطريق فيه، او ان انا بعد كده ما بقيت بصدقوش وما بمشيش فيه او ما بمشيش وراه، صح ولا لا؟ ولكن انا مثلا ما نمش يعني، دائما ربنا قال فتبينوا نتبين، ما نمشيش ورا كل انسان ينقل كلام حتى وان كان صادق، ففي صدقه هو صادق، وانت في حركتك اللي انت عملتها وفعلك انك تواجه صاحب الشأن بتحل المشكلة. يمكن انت فاهم عني غلط، بجوز واحد تاني راح نقل لك عني كلام، فانت قلت الكلام ده فجاء واحد نقل الكلام ده، صح ولا لا؟ فلما جاء اقول لك ابو زياد حصل منك كذا كذا، بتقول لي وانت قلت كذا كذا، حصل منك يا شيخ يوسف كذا 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 في اليوم الفلاني قدام فلان اللي نقل الكلام، لا تعال بقى، خدت بالك؟ فبتتحل المشكلة من الاصل ولا لا؟ تحل من جذرها، صح ولا لا؟ ولكن ما نمسكش المشكلة أو ما نخليش المشكلة ليه تمشي وتكبر بين المجتمع وتحصل الفرقة والبغضاء بين المسلمين. كذلك أيضا عدم مصاحبة النمام. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنا شو اشتهر عن إنسان أنه نمام، واحد بيبيع لك عبد هوت وبيقول لك العبد ده هوت نمام، يقول له مش مشكلة، أهم حاجة أنه إيه بيعرف يفعل كذا وكذا إلى آخره، ما فيش صفة غير وحشة غير أنه نمام. أنتوا شفتوا القصة حصل فيها إيه. فكذلك الصديق نفس الشيء، عرف عن فلان أنه صديق، ابغضه يا أخي لله عز وجل، ابغضه لله تبارك وتعالى. لما أنت تبغضه وأنا أبغضه كلنا نبغضه، ما نتعاملش معاه، اللي بيحصل بيعالج نفسه، هيلاقي نفسه وحيد في المجتمع في البيئة اللي بيعيش فيها، فايه اللي هيحصل؟ هيعالج نفسه، هيبطل هذه الصفه. فاحنا كده بنعالجه وبنعالج المجتمع كله، مش بنساعده ونقعد نمزح معاه وبتاعه ونتذكر وننبسط بيه ونشجعه ايدك وكفك ومش عارف ايه، خدت بالك؟ لا، ده انت كده بتشجعه على الايه؟ على الظلم وعلى المعصيه وعلى ايه؟ وعلى النميمه وعلى الايقاع بين الناس بالنميمه. اخر شيء التذكير، عشان نعالج الايه؟ الغيبه والنميمه. عشان نعالج النميمة نذكر الإنسان النمام ده بشر النميمة وبعقابها عند الله عز وجل، وأن ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنها في القرآن الكريم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقال النبي فيها كذا وكذا: شر الناس رحمه الله، شر الناس ذا الوجهين الذي يلقى هذا الوجه وذاك الوجه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ تذكره لما أنت تقوم بمهمتك معاه،
انك تذكره بالاخره وبشر هذه الفعله وكذا، وانا لما يحصل معي نفس الشيء اذكره، واذا يذكره ايه اللي بيحصل؟ ايضا بنعالجه وبنعالج المجتمع كله. نسال الله تبارك وتعالى ايها الاخوه ان لا يجعل فينا نمام ولا مغتاب، وان يعني يعصمنا من الغيبه ومن النميمه، وان يعصم مجتمعنا واسرنا كلها، اللهم امين. اي سؤال او اي توضيح؟ شيخ نعم. اذا كان واحد نصاب نعم ومش يعني بالخفيه مش معروف نعم معروف لبعض الناس اللي تعامل معهم